اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ومرحبا. هنا كتشوفوا كتشوفوا لوزة هزت درابو مايو ماروكا موروكو دايرة المغرب عنده القيمة ديالو، ما محتاج لوالو. دونك فوالا، نتمنى النتيجة ان شاء الله تكون ايجابية ديالنا ان شاء الله بحول الله، والامور تمشي مزيانة. راكم سمعتوا الركراكيش قال لك عاد تبقى ضرب البوطو قوسو، خصكم تدعيو وديروا. الا كان المغاربه قاعد دعوا معايا حنا غادي نوصلوا، ما تبقاوش تستناوني تقولوا هذا راس لافوكا. داير ندوزه لكم عاود شنو قال قبل لا انا عاد نمشيو لواحد الامور اخرى اللي هي اون بليس. اوي مجموعين مع الجمهور، واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. باكونت ولا كاينين اللي يقولوا ان شاء الله هذا راس لافوكا في الهضره وان شاء الله يخسر، باش في الاخر نقول ايوا كان فيك فهمات وعلاش حيدتوا هذا باش تجيبوا هذا. الكره غضرب بوطو وغتخرج. حنا خدامين، الدراري خدامين وباغي البلاد ديالهم كيتقاتلوا. انا كنقولها لكم وحنا معاكم وانتوما معانا وحنا عارفينها ان شاء الله غيكون خير. هادشي اللي بغينا حنا، هادشي اللي بغينا، هذا اللي قدويت لكم عليه. السرقة ديال الفن المغربي. نجبدوه بناتي لاغ ماروكان عند تونس، راه داير حالة. معارض كيقول لك ديالهم. اهلا وسهلا عمر. حنا غادي نرجعوا لهذا، راه باش تعرف بلي راهم السرقه ديال لاغ ماروكان راه غاديه في الطريق، راه ما مفكينش معانا. باتريمون صالون دولي ديال تونس، فيه جميع الطربوش المغربي والبدعية المغربية والتكفيفة المغربية، كل شيء راه ديرو التوانسة، كل شيء هازينو وسنوات هما كيسرقوا اللباس المغربي والبدعية المغربية والسروال الخندريسي والطرز الرباطي والعقادي، ولكن انا ما عنديش معاه، ولكن وكاين معارض وراهم خدامين عليه وراهم خدامين مزيان. هادشي اللي كتشوف فيه دابا هنا كله مغربي، هاد المعرض اللباس الخزف، ها كتشوف الخزف هاكا ديال اسفي، كل شيء مغربي. دونك الله شاركنا في المعرض هذا الدولي باش نحتكوا مع الاجانب باش نسوقوا المنتوج تاعنا. المنتوج مغربي، قول لك المنتوج تاعنا. حتى الجلابه الجبليه والقفه الجبليه ووصلوا حتى شوف النحاس المغربي، النحاس هادشي كله ماروكا، الصينيه الغسيل داك الطاس اللي كيغسلوا عليه، البرارد. انا نعقل عليهم كانوا يجيو رجلا يجيو يديو البراد في الديبي ديال الثمانينات، الديبي ديال الثمانينات ما كان عندهم والو. هذه يعني معروفين سمع. بها الحرفه هذه حنا متورتينها واليوم رانا نعلموا فيها يعني. اسمع الغميق راك تورتينها والله ما كان عندهم نحاسه بحال هذه بالله، لا في الارض لا في تونس. ربع سنين ما جيناش يعني، كانت كورونا كذا ما جيناش. قال لي هذا جا من قسنطينه، جا من قسنطينه. اليوم رانا متواجدين في الصالون الدولي لصناعه اللي هو تنظيم على مستوى راقي جدا. الراو انه اللبس هنا كله مغربي، ها هو هذا علي الوزير ثلاثة وزراء اليوم، الفوقيات كلهم مغربية، جابادور كله مغربي، لابوتري البلاغي مغربيين. ردوا بالكم مع المغاربة، وزير الثقافة يضربوا هام الطواجن المغربي، كل شيء مغربي.
زعما الصراحه صافي مالوك. واخا كاين الكره دابا هادي كي شفت انا هادشي ما تصرفش ليا هذا معرض زعما غير نظاميه دي نوفل تكنيك كيما لو ديسان على لو كوير كيما كيما الطرس بالالة الليزر كيما هاد ما كان لا زر لا والو كلشي على ما كلشي على ما لا ماروكينري كلها خداوها لا ماروكينري ماروكينري غير السميه ديالها توحي لك انه صافيان دي ماروك ها ايوا صابنا الله مع هادو وزير الثقافه ونوض عافاك شوف الصناعه التقليديه اللي كاينين اللي كاينين هوك بارتيسيبي افيك لو كاناري بلوستر كلشي كلشي غميق. المهم خليهم راكم شتو. المهم خاص وزير الثقافه يتحرك هو اللي عنده خاص يتحرك ويشوف لينا يشوف لينا شي حل مع هاد القوم هادو يشوف لينا شي حل معاهم راه ما خدامش هادشي. لعين نرجعوا لكرة القدم بعد ندوز لكم واحد التيموناجر واحد الصديق ديالي ولد وجدة اللي هو في بلجيكا غيوقع عليه واحد الحدث مع واحد القراقيرو كونسيدونس ولا ندوزو هو الاول عاد نرجعوا للركراكي ونرجعوا لكرة القدم. راكم شفتوا الدنمارك اليوم هي باي سيربريز ما كانش مفاجأة اليوم ما كانش مفاجأة. لي بيي ديال لوروب دو ليست ما كيتعاتقوش مع لي زراب ما كيتعاتقوش مع لي زافريكان ما كيتفكوش معاهم واخا يكونوا ضعاف دوفون اوروب مع لي زافريكان عندهم الحل ديالهم عندهم مع لي زراب عندهم الحل في مع السعوديه تلعب ولا بولون ربحت عندهم واحد المومون اوبورتي اللي غادي ماركيو فيه. مساله ما بقاش مساله كيفاش تلعب مساله هي كيفاش تحقق ريزلتا ايجابيه. لا بولون ا تري مال جوي مي ا بروفيتي دو سيز اوكازيون ما لعبتش مزيان مي استغلت الفرص اللي جاتها. السعوديه لعبت مزيان وما استغلتش الفرص ديالها حتى البيلانتي ما استغلاتوش. هنا كاينه العقليه اللي كنا كنقول لك كنكونوا عليها وليداتنا نكونوهم على ديك العقليه ديال دو وينرز نوت دو لوزرز يكونوا دي غانيور يمشي يربح ما على بالوش واش يكون ما يديرش فاس واش يكون اوروبيان ولا امريكان ولا استراليان ولا ازياتي كلها يمشي افيك ليدي دو سي كاباسيتي لي مويان اللي عنده يخرجهم في التيران لا كومباتيفيتي لا غرينتا وعنده لي كاليتي انترينسيك عنده واحد المواصفات وعنده واحد الباكاج عنده واحد الكوميول ديال لي كونيسونس فوتباليستيك يخرجها لو جورجي. اما لا بغى يلعب مع واحد ويتعقد على انه هو اوروبيان غير لعب مزيان معاه صافي دير راقد الغرض لا خاصك تربحه تي دوا لو باتر تي دوا لو باتر باسكو انت عندك لي كاباسيتي وعندك لي كاليتي تكنيك وعندك لي كاليتي تكنيك اكثر منه وعندك الموهبه اكثر منه وعندك فورماسيون اكاديميك لعبتي في اوروبا وعندك لي كاليتي تاكتيك عندك كل شيء حتى باش تقول لي تدوا تافيبلير مونطالمون لا يعقل انك لعبتي في دي غرون كلوب اوروبيان المونطال ديالك خصو يبقى صحيح. اي اون بلوس عندك اون ريزون كتشوف راسك ان بلادك عمرها وصلت تروازيام تور ستادير ان كارت دو فينال ولا ان دومي فينال دونك نتا تخلق واحد الطموح تقول لصحابك بوركوا نو با اريفي ان كارت فينال دوزيام تور ماشي اون بو لو فار او ترافاي. اي اون بلوس سي ان سبور كوليكتيف يكونوا اوني دون لي فيستيار دون لوتيل دون لو ترونسبور اي اوسي سور لو تيران لو بون دو توش اي سور لو تيران يكونوا اوني لا كومباتيفيتي يكون عندهم داك لو جور جي راه سيتان جورني دو كومبا. هذيك 90 دقيقة أو 120 شحال غيزيد لاربيت أو 100 دقيقة هذيك 100 دقيقة ديال لا كونسونتراسيون لا كومباتيفيتي سانز اري بلا ما تغيب ولو سكوند. عرفتي البارح مع الماتش ديال كندا مع بلجيك لي كنديان غيبوا غير واحد ديفونسور غيب غير واحد 3 سكوند ما مشاش جينا لاتاكو دار لاباس ماركا عليهم. هذا هو اللي نخافوا منه يفو با بيسي لي بغا كيما قال عندنا اون شونس ديالنا بحالنا بحالهم خصنا نربحوهم باش نربحها. تشوف دابا الدنمارك على بولي فيغ لو جو ما بغاش تجيري لا فرونس عندها دي زيليمون اللي يقدوا يبدلوا النتيجه ها كونان ها مبابي ها ديمبيلي عندها غريزمان عندها باش تبدل النتيجه في اي وقت. دونك الا لعبت معها تاتاتات تربحني تكنيكمون. الدنمارك لعبت سيريس في اوروبيا لعبت لا شونس ديال ماركا التعادل وديك لا غرينتا وكلشي سا نا با مارشي باسكو كاينه لا ديفيرونس دو كاباسيتي اونتر جوار و جوار هادشي اللي كاين. المهم
حنا وراك كتشوف دابا المكسيك راها كتلعب لارجون دي كتلعب كاين بزاف ديال البريتاليتي الحرب كاين حرب هذا الحرب اللي لعبها يا با كاليتي دو فوتبول كلشي باغي يربح العصاره دايره ما شفنا حتى كاليتي لا من الارجنتين ولا من المكسيك وهنايا الارجنتين خصها تربح الماتش الارجنتين خصها تربح الماتش با نيمبورت كان المهم الا خسراتو راها هابطه وحتى الناس باغيين ميسي جو بونس حتى لي زاربيت وداكشي غادي يتساهلوا باش يحاولوا يخليو ميسي في هاد لو تورنوا باش ما تشيتيش يعني شيتيش في السونداج ديال هاد لا كوب دي موند واصلا ديما كنقول لكم هادي ماشي لا فان دي موند لا كوب دي موند قبل ما نمشيو نتفرجوا الدوزيام ميتون ندوز لكم هاد تيموانياج سعودي جسبر ان شاء الله راك لاباس بغيت نحكي لك واحد على واحد البتي فلاش صرا لي البارح كون باغ هازار قر كروا كاين فيها كاين كرغالي قرد كاين اللي يخرج لك الوغ عندي واحد صاحبي هو كيخدم شوفاجيست كيخدمو في واحد لا موسكي راه في بروكسل تما كي عندو ليكيب ديالو كيمشي يخدم تماك الوغ هذاك صاحبي كيعيط لي كيقول لي شوف راه هو هنا واحد مالهم ولد بلادك راه مسكين كاين عسير في الزنقه غير هنا حدا لا موسكي وهادي هادي واش تقدر تجي تعاونو اوكي في انا عندي واحد هذا قرار كيرو مثل المغربي مليون تخافو منه قلت له اوكي شوف خليه حداك انا غادي نجي عندك يا اونتخ موا لي كنت واحد نتفاعل 60 كيلومتر قلت له غادي نجي لعندك ونديه ديباني في هذاك الاستوديو نعس فيه أبخي عن موضوع شوية وندبر على راسي ونشوفه لو فين يمشي بس كده في الاستوديو أنا كان كريه ما غاش نتحكم أنا نخليه فيه شو صعد لقيت الولد شو عنده السلام عليكم سلام أنا ذاك الولد جلي باسونتي يا خويا عودي السلام عليكم ربي بلا جبت سمة سمة دارها في مو سمة تعرف على غير هذيك الخضراء هذيك ديك الزربية الخضراء تعرف وأنا بغيت نضحك صاي هذاك عبد الله هذاك صاحبي هذاك ولد سليمان قلت له سي بون صافا De toute façon, il est avec moi. Ça fait un instant, je te rappelle après. Alors, c'est une chute. Je suis dit qu'on a là. Je suis là, je suis là. وكلا الصوت ما واصلش مقاد هذا دابا واحد الصديق ديالي هو ساكن في بروكسل وجدي وعيطوا ليه قالوا واحد الوجدي راه طايح اون بان وراه كامل عليه جي عتقو مشى على نيتو باش يعتقو واش شنو يوقع ليه معاه سما تعرف على غير هذه الخضراء هذيك الزربيه الخضراء تعرف اه كنت نضحك صاي هذاك عبد الله هذاك صاحبي هذاك ولد سليمان قلت له سي بون صافا فاصون جا افيك مو صافي انا شتا غابل ابخي رحت مشيت ديتو معايا مشينا هكذا نتمشيو في لافاتور اوب قلت له شوف اخويا غادي نخليك في الكلاس كاين السينيال اش ما كتسمعوش مزيان ماشي انا غادي نبدل لا تيليفزيون نبدل الاخر وندوز لكم دوزو في بورتابل اخر نشوف واش هادشي السينيال ولا ما تحياتي سعودي جيسبر ان شاء الله راك تحياتي سعودي جيسبر ان شاء الله راك لاباس بغيت نحكي لك واحد واحد البتي فلاش صرا لي البارح كون باغ هازار قرب كروا كاين فيها كان كرغالي قرد الصوت ما كاينش انا عندي واحد صاحبي هو كيخدم شوفاجيست كيخدمو في واحد لا موسكي راه في بروكسل تما كي عندو ليكيب ديالو كيمشي يخدم تماك الوغ هذاك صاحبي كيعيط لي كيقول لي شوف راه هو هنا واحد وجدي ولد بلادك راه مسكين كاين عسير في الزنقه غير هنا حدا لا موسكي وهادي وهادي واش تقدر تجي تعاونو اوكي في انا عندي واحد في ستوديو كان كره الى اون ترافو هنا قلت له اوكي شوف خليه حدايا انا غادي نجي عندك يا اونتر موا لي كانت واحد نتاع 60 كيلومتر قلت له غادي نجي عندك كاين الصوت ديه ديباني هذاك كاين الصوت اوكي ماما شويه وندبر على راسي ونشوفوا لو فين نمشي باسكو هذاك الاستوديو انا غادي نكون كره ما غاديش نكمل نخليه فيه شو صوت لقيت الولد شيت عندو السلام عليكم السلام انا داك الولد جلي با سونتي خويا عودي السلام عليكم ربي بلا جبد سمة دارها في مو سمة تعرف على غير هذيك الخضرا هذيك ديك الزربيه الخضرا كاين لها مخربه انا كنت نضحك
صحيح هذاك عبد الله هذاك صاحبي هذاك ولد سيدي سليمان قلت له سي بون صافا تفاصون إلا افيك مو صافي انا شتو غابيل ابخ رحت مشيت ديتو معايا تمشينا هكذا نتمشيو في لافاتيغ هوب قلت له شوف اخويا غادي نخليك هاك انت ناعس هاك انت ناعس دخلنا الهضرة قال لي انت منين في وجدة قلت له انا غير حدا وجدة هاكا رميتها غير هكذا جات غير قلت له انا ماشي وجدة انا غير حدا زدت على الفرونتير قال لي انت مغناوي ديالنا مغنية قلت له علاه في بالي قلت له كيفاك قال لي انت مغناوي وانا قلت له انا قلت له في العشاش في العشاش تعرف العشاش قال لي وانا عرفها قلت له انا تماك احنا من تماك قلت له بصح انت يا خويا علاش تقول له بلي انا مغربي ولا هذا قول له انا يا قول له جنسيتك نورمالمون اسمع تقول لها ما تخافش من واحد قال لي على بالك حاك منها انا غير المراه راك درك وحسبت انا مغربي فهمت انا كيفاش كيزايل كي نقول له دير روحك بغل واستغل قال لي راك عارف حاك منها غير المراه راك هنايا غير المغاربه بعضهم ويخدموا كي الكلاب ويخدموا فاش ما فين ما حطيتهم يخدموا قال لي حنايا قلت لي غادي نقول له انايا نقول له الجيريان هادي درك شوف راه يحكي على هذاك البيرسون اللي حيط لي شنو كيفاش يعني حنا المغاربة حنا كلاب حنا كلاب ونخدمو فاش ما اوكي قلتلو صافا داكوغ قلتلو عندك صحوة زدنا نشوف شفتو هاديك لا بخومييغ ستاسيون ديسونس والله خويا قلتلو والله العظيم إيغ أون أوغ دو ماتان لا بخومييغ ستاسيون ديسونس شوف شت البرد أنا ماشي في مراكش كاين البرد كاين الفراشت يدخلو في العظام تاعك بخومييغ ستاسيون ديسونس قلتلو روح وأنا هودا نشوف أخويا والله شوف حطيت الطوموبيل درتو كيما الشغل تاع الصرافة تاع البلاد حطيتو في حطيت الطوموبيل هكذا قلت له راه نشرب دخلت معاه جهة خرج من جهة أخرى هزيت الطوموبيل وجرد أيا هاكا عرف نورمالمون أنت يا كرهي علي هذي أوح لالجيري علاش الجزائر في بلادك أنت جزائري أنت عندك بترول عندك غاز شنو يدير أنا جاي تزاحم مع المغاربة ياك المغاربة كلاب ويخدمو فاش ما وأنت واش جدير في أوروبا أنت نورمالمون جزائري عندك النيف وانت يا فولترون جيت في اوروبا جاي مسوف لي وانت يا بوطي قال لي جيت في بوطي جاي في بوطي لي حارق سعاد خويا شوف من هذا المنبر اللي عندك نقول شوف كل هادي كل المغربي اللي داك بالباطل اللي بقى حنا خاوة وجمعنا الاسلام وجمعنا هادي وجمعنا اوروبا وهادي شوف حبيبي بغيت اوروبا تجمعك معاهم وجمعك الاسلام حكم طيارة كازا مطار محمد الخامس حبط مطار بوخ الروبا اللوبيا هو تما قد يجمعك معاهم بزاف يجمع معاكم الدين ويجمع معاهم خص الصلوات ويجمع معاهم الصيام ويجمع معاهم كل شيء كاع السلام عليكم سمعتوا فهمتوا القصه على الغوتي بوغ لي فيديو اللي كديرهم دركا راه ما جبت على ماروكان يصاف شكون هما لي زارجيريان يصاف شكون هما الكراغي لا بارت يصاف شوف اخويا هذا يجي يقول لك حنايا جمعنا ولا جمعنا المرميطه جمعنا الطابله ولا ما جمعنا حتى حاجه مع لي زارجيريان التقاليد نتاعنا ماشي تقاليد نتاعهم الهضره تاعنا ماشي هضرتهم العقليه نتاعنا ماشي عقليتهم ما تجمع لنا حتى حاجه معاهم حتى هذاك اللي هو ما كيجمعناش معاهم ماشي كيف لا هو ديالنا ماشي هو ديالنا بالنسبه للصوت راه كاين ها انت نسمعك الصوت كاين وقيلا البارازيت ديال الذباب عطاش على ديال البورطابل راه داير 7 ديال لي بورطابل هنايا ابا دخلوا يعايروني ها حنا رحنا شوف حنا رحنا مشينا لكوب دي موند حنا مشينا لكوب دي موند ورحنا مقصرين تماك ورحنا غادي نديروا النتيجه ان شاء الله عندنا فرقه مزيانه غادي نديروا النتيجه وما غاديش نلعبوا مزيان حنا باغيين النتيجه حنا ما باغيش نلعبوا مزيان كي نوز انتيراس هي لو ريزولتا ها وي هاف تو اوفر ها تبقاو تسناو حنا تا لعبنا مزيان وراطيناه كان لي النتيجة صافي دونك فوالا شوف كازا ما عيطوش راه الماتش شوف ستيلو ماتش علاش مصيبة راهم سو صافي السبان والمعيو كيعيرو في عباد الله مصيبة حق الله العظيم لا مصيبة شوف
شوف فرحانين فرحانين لا سويس ماركات كونت كامل فرحانين مشجعين لارجل العالم كله كيتسأل على هذا الحق غير من هاد هاد 1 2 3 1 2 3 فيفا لالجيري 1 2 3 فيفا لالجيري كتبان لك يا با ديتونتيتي 1 2 3 كتبان لك يا با ديتونتيتي 1 اون انغلي 2 اون انغلي 3 اون انغلي فيفا اون اسبانيول الجيري اون فرونسي ما عندهم ما كاينش حتى اللغه ديالهم ما كايناش هنا ها وما باش غاديين اسرع في كنتي كنت فلافات وجيتي يا الله شتي لي زانفيتي كي جو على خلا شوف هذا ديال تونس راه عاودتو جو فو كو المغاربة ياخدو او سيريو السرقة ديال تونس راه تطورت بزاف عرفت راه بزاف المتدخلين قالوا لي راه كيقلدوا ما يمكنش يديروا بحال اللي كيقول هذا السيد هذا ما يقدروش يقلدوا السلعه التقليديه ديالنا ولا كي مرون كيبيعوها البران اللي ما يعرفهاش بالاسم ديالنا كيطيحوا لنا كاليتي والله ما قدر يا اخي زعما الشي مالي معروف في العالم التقليدي والله ما قدرنا كل شيء ما خلى صراحة كيتعداو هنا الناشط الوطني بالاندلس المغربي اللغة الاسبانيول فراغمنتو موي بوبولار كي سي انتربريتابا ان لا بينينسولا اي كي فو ريكوبيلادو بور ابنباسي بور امبايا بيرو نو اس امبايا سيل اوتور تامبوكو است امبايا ابنباسي كونسيغيو فونديو السمسماني كلها اندلسي كلها اندلسي كلها ها انت ها انت ها هما خوا خوا شتيهم هما هادو خوا خوا سميت المغرب كيصبروا اليهود بحال خوانهم سميت المغرب ما كانش العالم كله التوانسة والالجيري التوانسة راه كانوا كيزيفطوا الجواسيس هنايا نساء وكيخطفوا المستثمرين سابقا الجزائر هارون الحسين جنرالات العسكر كانوا يملكون انبوب البترول خاصه مصيبة الجزائر سمع شو الكذوب هزوا واحد ديال المخيل ديال عمان سمع لمزرعة نخيل في الجزائر نرى سوى آلاف أجار النخيل الصغيرة مزروعة بشكل متسق ومنظم على امتداد مساحة شاسعة جاء في النص المرافق لهذه الصورة الجزائر تشرع في غرس 150 مليون نخلة في الصحراء الكبرى من منطقة سابين ودارجان وأضاف المنشور أن إنتاج التمور سيضر 12 أقدر آه نربحه ما تخممش مهم هذه واحد وحة كبيرة طوروها عمان وداروا فيها مليون ونصف شجرة نخلة ونقلوها القراقيرو ودوزوها كخبر رسمي في الإعلام ديالهم على أنهم داروا بحال محطة نور ديال ورزازات هما عايشين بالفوتوشوب وعايشين بالنقيل ديال الانجازات ديال الدول الاخرى وما واصلين حتى شي حاجه عايشين غير في الكذوب صافي هادشي اللي كنقول لكم كاين الماتش نكمل الماتش راه انفصليه ديرو سيلونسيو باش ما يديروش طوطور ان شاء الله غدا ان شاء الله اون توت فاصون غادي تشوفوني غدا لان غادي ندوزو في غادي يكون واحد الكابسيله تدوز من عندنا من الكلوب ديال الرياضيه ونديرو عطيو ابتسامات ديالنا وان شاء الله ان شاء الله غير نلعبوا اللعب لان يثقوا في راسهم عندهم الامكانيات وعندهم لا كاباسيتي باش يربحوا الماتش ما يدخلوش شاكين يقول لك نقلبوا لو مواندر ديغا ما بغيناش لو مواندر ديغا ان شاء الله غاديين يربحوا او بروشين فيديو جاي فيديو دابا مباشره حنا وراء القراقيرو العقل زيرو انفورماتي وماتي هو اللي ديما مطاطي بارك الله عليكم